الغضب والشهوة، كل منهما إن لم يعتدل ويقوم بميزان الشرع والعقل فهو سبب كل فساد الإنسان، ضر الإنسان وسوء خلق الإنسان، سبب الشر الموجود بين الناس. شهواتهم وغضبهم هو المسبب لكل هذا الشر الواقع بينهم. ولو أكرموا بالعدل في الغضب والشهوة لما رأيت إلا الشجاعة والوقار والإيثار والإحسان والتواضع إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. وعامة الناس يجبلون على كثير من مساوئ الأخلاق وسيئات، ولكن أمروا بالمجاهدة والترويض والتزكية، وأكثر ما يؤثر في ذلك المجالسة، إذ الطباع تسرق الطباع، وكل من جالس خبيثا ضاع المرء من جليسه، المرء على دين خليله. أكثر الأسفار والرحلات والدراسات في العالم من شان تهذيب النفس، من شان تطهير القلب، من شان الشهوة، من شان الشهوة، من شان الغضب، من شان طاعة النفس، أكثر الدوافع هكذا في العالم. فقد الناس أن يفرغوا الوقت وأن يبذلوا الجهد من أجل ينالوا تزكية النفس. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.